زي بينه وبينكم كده على طول مباشر، ينام مع مراته والعلاقه تبقى مباشر والتعليقات تنزل على الشاشه كمل يا، لدرجه كان بيتصل ببعض الناس يقول لهم انا داخل البث كمان 5 دقايق. اعزائي المشاهدين اهلا، النهارده كتير قوي في التعليقات اللي بقراها في الكومنتات بلا تعليقات بيقول خلاص الايام هتقول، انا بقول لكم خلاص احنا فعلا الايام هتقول بسببنا احنا واللي احنا بنعمله. القصه اللي بحكيها لكم دي والله حصلت بالفعل يعني، وهقول لكم الاسامي بس مش هقول الاسامي الكامله عشان ما حدش يتهمني ويقول لي بتستر وافضح الكلام ده كله. ساره واحمد، احلى قصه حب ممكن تشوفها، احلى قصه حب. ايه اللي حصل بين ساره واحمد؟ يا رب يا رب يا رب يا رب ربنا ما يعاقبناش باللي بيعملوه في بعض اللي الناس بتعمله، يعني احنا مالناش دعوه يا رب، هم اللي عملوا كده يعني، يا رب ما تحاسبناش بحاجه احنا ما عملناهاش، حاسب اللي بيغلط وحاسب اللي بيعمل كده وربنا يستر علينا والايام ما تقومش. ايه اللي حصل؟ ساره خلصت الكليه بتاعتها وابتدت ان هي تحضر الماجستير وابتدت بتجهز في التمهيد وخلاص، وربنا وفقها فيها وابتدت تحدد رساله الماجستير وبتذاكر ومجتهده جدا، وهي بنت ستايلست يعني جميله وشيك وبنت ناس و كل شيء فيها كويس بامان. والدها بيشغل منصب كويس قوي، والدتها سيده من اللي هم سيد الصالونات، فيلا في التجمع الخامس، يعني حياه مرفهه جدا. في وقت رساله الماجستير كان في طالب اسمه احمد برضه كان بيحضر الماجستير برضه في موضوع تاني، واتقابلوا هناك، هي ما كانتش تعرفه في ايام الجامعه، لكن اتقابلوا وهم بيحضروا الماجستير. نشأت بينهم قصه حب. هي بتقول اللي لفت نظري في احمد حبه الشديد للموبايل. على طول طول احنا قاعدين ندي سيلفي. نبقى ماشيين ندي سيلفي، واحنا راكبين العربيه بيوصلني ندي سيلفي. قالت لك مهووس بالتليفون، كل شيء بيسجلها بالتليفون. لو اتكلمنا كلمه قلت ما نسجلها التليفون ويديها سيلفي. انا قلت واحد مغرم حياته كلها عايز كل شويه يفتح يشوف انا بعيد عنه يتفرج على صورنا واحنا مع بعضينا. اتقدم احمد في البيت وحصلت الخطوبه، كان بيتصل بيها بيقول لها يا ترى لما تكون لما تيجي عندي في البيت لشكلك، انا كل ما بشوفك باللبس الخمس نجوم، اللبس اللي هو يعني ماركات عالميه وبتاع ومكياجات وبتاع، ده انا بيقول الست لو غسلت وشها بعد المكياج مش هعرفك. فقلت له لا انا على فكره في البيت زي في الشغل، انا يا حبيبي جمال طبيعي، انا صور لي وشك كده بلبسك الطبيعي لبس البيت وبتاع. بتقول لي لدرجه كنت بصور له نفسي وانا بلبس البيت فعلا بمارس حياتي عادي، بساعد مامتي بتاع بنتغدى على طول كل حياتي كنت ابعتها لي. قلت عادي، اصل انت بتوحشيني وعايز اشوفك وانت في البيت، عايز اشوفك وانت نايمه في الاوضه، عايز. قال لك حياتنا كلها كانت مجرد صور بس كنا بنحب بعضنا قوي. قالت انا ملتزمه بالحجاب، ملتزمه باللبس الاسلامي، ما كشفش غير وشي، اي نعم بتلبس احدث الموديلات بس برضه ملتزمه. تم الزواج، قصه حب رهيبه، فعلا كان بيحبوا بعض حب يعني بامان. انا قبل كده قلت لكم يا جماعه الحب ده سلعه غاليه لا يملكها الا الاثرياء، الفقير ما يقوليش حب، حب ايه؟ روح قولي الاول. الغني بس هو اللي من حقه يحب لانه قادر يحول حبه لحقيقه بفلوس، عنده شقه عنده وظيفه عنده كل شيء في 5 دقايق يتجوز. لكن انت يا فقير عقبال ما تكون نفسك وعقبال ما تلاقي وظيفه وعقبال ما تقدر تفرش وعقبال ما تجيب شقه وعقبال تكون البنت اتجوزت وخلفت وانتقلت للرفيق الاعلى. فالفقير ما يحبش، اصل في ناس يقولوا لي ايه انت حتى هتحرمنا من الحب. يا ابني انت لما تكون فقير الحب ده عذاب ليك، انت بتحب ليه وانت عايز تعذب نفسك؟ مش كفايه متعذب بالفقر، هتعذب نفسك بالفقر وبالحب، ده انت تبقى فعلا انسان غريب. هتقول لي القلب مش في ايدينا والحب مش في ايدينا، اقتل إيه قلبك، دوس على قلبك قبل ما تحب، اول ما تلاقي نفسك حبيت اهرب من الحب ده وتجنبه. المهم كتبوا الكتاب والعريس طبعا من الاثرياء وهي من الاثرياء، فقالوا نطلع على احدى الدول المجاوره لمصر نقضي شهر العسل. انا قلت لكم ان هي محجبه. أول ما نزلوا الدولة دي قال لها بقول لك إيه؟ سارة. قالت له أيوة يا حبيبي. قال لها بقى خلاص اخلعي الحجاب، إحنا مش في مصر، وكأن في مصر الدين الإسلام بيجبرنا بالحجاب وبره مصر نخلع ونمشي.
ما فيش مشكله، ربنا مش هيعذبني. قالوا له حرام وحلال؟ قال لها لا، مين اللي هيعرفك بشعرك؟ هنا الناس كلها ماشيه كده، حلال وحرام في مصر، لان الناس في مصر بيبصوا ويعملوا، لكن هنا الناس كلها ماشيه كده. هو الناس في اوروبا هنا ولا في تركيا ولا في حد بيبص لحد؟ ما كله ماشي عريان اهو، ما فيش مشكله، خليك بقى حلوه بقى. قالت له افتح الحجاب، قالت له الحجاب. سابت شعرها وابتدت تلبس بقى من غير كده. بعد كده ابتدوا ينزلوا على الـ على الـ على البحر بقى وبتاع. قال لها هتنزلي باللبس ده؟ مايو، ما حدش هيعرفك، الناس كلها لابسه مايوهات، الناس كلها حمارته، الناس كلها عريان، جت عليك انت؟ ده انت لما تنزلي كده هتلفت النظر، لكن لما تكوني عريانه زيهم هتدخل في فستيهم. اتجوزي، ولقيت كلامه يعني دخل فيها استحسان من كلامه، وفعلا الناس كلها كده. ابقى انا الشاذ اللي فصيهم. ابتدت تلبس المايوهات. مايوهات قطعتين، وعاشت حياتها وانطلاق وحريه في حته. عارف لما تكون واحده بقى يعني كانت في بيئه مثلا فيها عادات وتقاليد، ومره واحده تحرر غير عادي، يمكن تفوقت على الـ على الـ اهالي البلد اللي هي فيها. حريه غير عاديه. اتلفت نظري انه كل شيء كان بيصورني. بالمايوه، بشعري، بانطلاقي، بحريتي، بلعبي، بضحكي، بنومي، كله، كل شيء صور 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 صور. قلت له بقى الصور دي؟ قال لها للذكرى. ما حدش بقى، عشان بس انا قبل كده صورت حاله وقلت ان واحد صور ليله الدخله وباع الشريط، لا، الراجل ده مش محتاج يعمل كده، هو راجل سري اصلا، عشان ما حدش يفهمني غلط ويقول ده بيصورها عريان، ده بيصورها كذا علشان يباع الصور، لا لا لا. ده راجل محترم عن كده. طب ايه اللي حصل؟ ما تدخل في الموضوع، عشان في واحد بيقول لي انت بتقعد تقول مقدمات طويله قوي. اخش في الموضوع. رجعوا من شهر العسل واستمر الموضوع ده، يعني متجوزين بقالهم سنتين. ساره بتقول لاحظت ان هو دايما في التليفون بيتكلم في التليفون كتير، انا قلت بيخوني. بيخوني اكيد. كان دايما بيتكلم في التليفون في الليل. وقبل ما بيقيم العلاقه الجسديه معايا، يعني قبل ما بينام معايا بيدخل تليفونات كتيره معاها قوي، هي مش فاهمها بيكلم مين، واحد داخل ينام مع مراته بيكلم مين. قالت لو كان بيحب ما كانش هيعمل معايا اللي بيعمله ده، ده كل يوم معايا مشبعني جدا. ما تستعجلوش، الحلو جاي والمفاجاه جايه. بيعمل ايه احمد بقى؟ احمد انا شايف ان هو ابتكر حاجه يعني ما حدش يعملها، عشان كده بقول ربنا والله يعني لما يقوم القيامه هيكون بسبب احمد وساره. عمل ايه احمد وساره بقى؟ احمد غني، مش محتاج بقى انه يتاجر في جسم مراته، مش محتاج انه هو يبيع شرايط ويبيع جنس لا لا خالص، ما كانش بيعمل كده. احمد كان كل شهوته واثرته الجنسيه انه يصور العلاقه اللي بينه وبين مراته لايف، زي ما بينه وبينكم كده على طول مباشر، ينام مع مراته والعلاقه تبقى مباشر والتعليقات تنزل على الشاشه. كمل يا كمل يا احمد، برافو يا احمد. كل ده مش متوقع، كل ده ما تعرفش. يعني ساره عمرك ما تتوقع ان العلاقه الحميميه اللي بينها وبين جوزها، امي لا اله الا الله، بيشوفوها لايف، مش هتتباع على شرايط، لا ده مباشر. بتقول انا يعني ما خدتش ولا عطيت، لانه كان دايما بيحرص ان النور يكون نور الاوضه منور، اسمها العلاقه الحميميه. كان دايما وانا معاه قلق وشه، مش معايا خالص، مش مركز معايا، غير ان هو كل همه ان هو يمارس معايا العلاقه الحميميه وهو مشغول عني. كانت بتقول فعلا انا كنت بستغرب، انا في قمه انفعالاتي وشهوتي وهو دايما مش مركز معايا. بيقول انا لقيته بيتكلم في التليفون كتير، فقلت لازم اعرف هو بيكلم مين، لازم. خليته مره بيفتح الباسورد بتاع التليفون، وانا مش مع حته ان الراجل يعرف مراته بالباسورد بتاع التليفون بتاع مراته، ولا احب ان الزوجه تعرف الباسورد بتاع زوجها. المفروض ان في اولا ثقه غير عاديه، تاني حاجه احيانا الواحد وهو قاعد ممكن يكلم واحده بتقول له مثلا ايه اخبارك ايه عامل ايه، دردشه عاديه، فممكن اجاملها واقول لها ربنا يخليك وانت مين. دي لو الزوجه شافتها ممكن البيوت تتخرب. فالمفترض ان في باسورد وهي عندها باسورد، ولازم يكون في ثقه متبادله. هي من كتر ما بالتليفونات وبيوشوش في التليفون وبيكلم في التليفون، حبت تراقب يسرا لغايه ما تعرف الباسورد بتاع التليفون كام. يعني ممكن عامل باسورد بالبصمه، لكن برضه ما بيغيبش منكم واحنا نايمين يعني البصمه، لكن عرفت الرقم بتاع الباسورد. خلته نام وراحت واخده التليفون. لا تعامل حساب وهمي. دخلت على الفيس لقت صورها كلها، فيديوهاتها كلها كان منزلها لايف، والتعليقات بتاعت الناس
وبيرد عليهم بعد ما يخلص العلاقات الحميمية، وبيوعد ناس بيقولوا له يا ريت تعمل كذا ويقول لهم اليوم الجاي. يعني ده كمان كان بيتلقى آراء المشاهدين ويشوف طلباتهم ويوصلها ديليفري. ما هو ده، ما هو انا لما بكون مثلا عايز ايه، يا سلام لو كنت عملت كذا المره الجايه. هي البنت نفسها ساره بول كان بصراحه بامانه في خلال السنتين كان يوميا ما بيسيبنيش في العلاقات الحميميه. فهو كان تقريبا بيعرف رغبات المشاهدين على الهواء مباشره ويلبيها لهم في الحلقه المباشره الجايه. هي بتقول انا ست محترمه جدا، ما اقدرش اقول لاهلي الكلام ده وما اقدرش اقول لاهله الكلام ده، لكن انا قلت له يا احمد انت اللي بتعملوه، عارف اعمل عليه عشان اجيب بس الكلام ده. هو طبعا هي ساره بتقول لك ايه، يعني كان بيصورني عريانه وبيطلع لايف من اوضه النوم، ما كنتش متوقعه ان جوزي اللي متجوزاه بيتاجر بشرفي وبجسمي، وطبعا كانش بياخد فلوس. هو في 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 اثناء بيحاور معاه قال لك كانت كل متعتي في ان انا اقرا التعليقات بتاعت الناس، هي دي كانت متعتي، ان هم يشوفوني في الوضع ده واقرا تعليقاتهم واعرف هم عايزين اعمل ايه واعمله المره الجايه. لدرجه انه الجنس الفموي قال انا ما عملتوش ومش مقتنع بيه، بس مارسته بناء على رغبات المشاهدين. جنس فموي. والزوجه يعني يا جماعه عشان بس ما حدش، الزوجه في وقت العلاقه الحميميه جوزها لو امرها باي شيء هتعمله، لانها زوجه تبقى كل همها ان هي تمتعه وتوصله لاقصى مرحله في المتعه. فلو طلب منها شمال او يمين هتوافق. ده انا دي رغبه، على يعني فكره هي شهوه مش عايزين نقول حيوانيه، لكن هي بتبقى العلاقه فيها علاقه اثنين بيتصارعوا مع بعض بس فيهم متعه مع بعض. فهو كان بيلقى متعته وشهوته ورغبته بتزيد وتكون عنده انفجار جنسي مع الكومنتات والتعليقات اللي الناس بتكتبها له لايف. واللي الزوجه كانت مش متوقعه، ما رضتش تلومها في حاجه، ما كانتش متوقعه ان جوزها كل متعته ان يوري ام لا اله الا الله علاقه حميميه بينها وبين جوزها. لدرجه كان بيتصل ببعض الناس يقول لهم انا داخل البث كمان 5 دقائق. انتظروني علاقه جديده مع ساره زوجتي. ولما قلت طلقني قال لها هطلقك ليه؟ ما حدش يعرف الموضوع ده غير فئه معينه. طبعا حررت بلاغ في احمد، مش عايز اقول لكم الاسامي عايزه، بس يعني للاسف كتير بيقول لي الستر ويعني بيحاولوا يحملوني فوق طاقتي. انتوا شايفين ساره غلطت في حاجه؟ يعني انا بسالكم اهو وانا بقرا التعليقات كلها. ساره غلطت في حاجه؟ ايه اللي غلطت فيه ساره؟ حبت واتجوزت واحد مجنون بالكاميرا وبيصور كل حاجه، ماشي مفيش مشكله. انا شخصيا بحب طول ما الاقي عليها هوايتي اقعد اكل، ما احب جنبيه فول جنبيه لب جنبيه اكل، احب اكل دي حاجه عادي مش عيب. هو نفس النظام طول ما هو عادي بيحب ياخد التليفون ويقعد يصور. هل هو هي ما كانتش تعرف ان هو بيصورها في علاقه حميميه، فمحدش يقدر يلومها. طب نيجي لها ايه الغلط له؟ اولا الاسرتين ما فيش غلط منه، عشان ما حدش يقول لي نوجه نصيحه للاب والام، هو الولد كويس جدا والبنت كويسه جدا، اهلها كويسين جدا واهله كويسين جدا، فبالتالي نتجاهل. هو احمد بس اللي يتحمل المسؤوليه. مشكله احمد ان هو شاف ان هو مريض. مريض. ده نوع من المرض، ان واحد زي بالظبط لما في ناس كتيره جدا، وانا يمكن صورت حلقات قبل كده، بتلقى متعتها في ممارسه الشذوذ، يعني في راجل قبل ما يمارس مع مراته عايز حد يمارس معاه، نوع من الشذوذ، ما بيحصلوش اثاره غير لما حد ينام معاه. ده مرض. احمد مريض، احمد بيحب الناس تشوفه وهو بيمارس مع مراته، ما بيجيلوش الاثاره والشهوه والحب المتعه الا لما حد يشوفه لايف. لايف مباشر. فلازم يتعالج يعني. لكن احنا نسجنه، انا شايف ان السجن طبعا يعني اولا صح، بس مواد مثيره جنسيا على الهواء مباشره للناس ده موضوع خطير جدا، بس انا شايف انه ده مريض. مريض فعلا، ده عمل كده حتى مش مع واحده غريبه، ده عملها مع مراته. فمفيش واحد عاقل هيصور علاقه مباشره مع مراته، ممكن يصورها مع اي واحده تاني ماشي، لكن مع مراته لا، ويصور نفسه ان لم تستحي فعل ما شئت. انا شايف ان هو مريض. يتعاقب وما يتعاقبش ده من خلال بقى نشوف الكومنتات ونشوف التعليقات ونقراها ونتبادل مع بعضنا الكتاب. لكن انا شايف ان احمد غلط غلط كبير صحيح، بس السجن مش عارف كيف اقول لا، الناس تقول ده يعني منحاز للرجاله.
بس لو السجن، لو السجن هو ده هو العلاج ليه، يا ريت تفيدوني. أشكرك.